السلام عليكم. تم أخذ قرار هام جدا ومفرح، خاصة بالنسبة للشباب المحبين لكرة القدم والمحبين لفريق جمعية يعني جيجل. إذا فيه نية من والي ولاية جيجل والولاية بتهيئة إعادة تهيئة وتطوير ملعب إذا جيجل على شكلة الملاعب نتاع النابة وقسنطينة، يعني بإضافة كراسي وكذلك بتهيئة الأرضية، وإن شاء الله تكون في عمليات تمتد إلى التغطية نتاع هذا الملعب اللي يعتبر من حجم كبير. ملعب يعني عنده سعة 30 ألف متفرج، يعني سعة جيدة، ممكن يعني العملية تروح إلى حد تغطية الملعب هذا بالكامل إن شاء الله، لأنه التقنيات موجودة الآن وفيه مواد جديدة خفيفة ليست ثقيلة، ممكن استعمالها في تغطية الملعب هذا. نخليكم تتابعوا الفيديو حول زيارة توالي ولاية جيجل إلى ملعب جيجل. إذن والسلام عليكم.